بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن يكون عندي عدد كبير من ملفات البي دي اف، وعايز مره واحده اعمل لهم اجراء معين. يعني عندي مثلا 100 ملف، عايز افتح كل ملف فيهم واعمل له باسورد، او الغي من الباسورد، او ادي له اذن الطباعه، او الغي منه اذن الطباعه، او اعمل له اركايف. يعني في حاجات كتير ممكن اعملها بتاخد وقت كبير مجرد ان افتح الملف واعمل حاجه ديت. فانا ممكن من تولز هلاقي عندي حاجه اسمها اكشن ويزارد، ده بيديني بعض الاكشن السريع. يعني بقول مثلا انا عايز اخلي فيه امكانيه الوصول مثلا، او في اوبتمايز سكان دوكمنت، تمام. فهو في اعدادات جاهزه، مجرد ان انا اديله ملفات اقول له اول فايل واديله عدد من الفايلات، تمام. خلينا مثلا نيجي هنا نختار مثلا من داونلود، اقول له انا عايز ملفات البي دي اف، تمام. احدد بعض الملفات واقول اوبن، خلاص هيبدا يعمل لي العمليه دي. هقول له ستارت، يبدا يعمل لي العمليه دي على كل الملفات ديت. طيب لو انا عايز اعمل حاجه جديده هقول له نيو اكشن، وببدا اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزها. يعني هقول له مثلا انا عايز البروتكشن، عايز اشفر الملفات ديت، تمام. فكده لو اديته اديله مثلا 50 ملف هو يروح مشفرهم، تمام. اجي هنا اقول له مثلا انا عايز الباسورد اهو، باسورد سكيورتي، واقول له مثلا انا عايز باسورد عشان يفتح الملف، او عايز باسورد عشان يعدل، او اسمح له بالطباعة بس ما تسمحلوش بالتعديل، تمام. والباسورد مثلا اي باسورد، اوكي اوكي اوكي، تمام. يبقى انا كده عملت الباسورد، تمام. ممكن احط له كذا حاجة، يعني ممكن بعد ما اعمل دوت يعمل سيرش اند ريموف تكست، هيعمل سيرش على كلمة معينة ويبدلها بكلمة تانية، او يلغيها، او يعمل ريموف للهيدن انفورميشن. فبتبدا تحدد ايه الحاجات اللي هو عايز يعملها. الصفحه مثلا اعمل لها روتيت، كل الصفحات كلها مثلا عندي 100 ملف طبعتهم الروتيت بتاعها مش مظبوط، اقول له ايه اعمل لها ريموف، او في صفحه معانا عايز الغيها منهم كلهم. ففي حاجات كتيره جدا ممكن تدخلها في الخاصيه ديت. بيقول لي سميه اسم، فبقول له سميه اسم. عايز اعدل فيه في اي وقت، فبقول له مانج واقول له اديت وابدا اعدل فيه زي ما انا عايز. طيب لو انا عايز ابدا انفذ الموضوع دوت، مجرد ان انا هاجي هنا وهقول له انا عايز الاكشن اللي انا لسه عامله، فبيقول لي الاكشن ده هيبقى عباره عن كذا حاجه. فممكن بعض الحاجات تحتاج ان انا ادخل الباسورد، بعد كده بدخل الملفات. يعني هقول له مثلا اد فايل، اروح حاطط بعض الملفات اللي انا محتاج ان هو يعمل عليها بعض التعديلات، وليكن مثلا الكتاب دوت، وبعد كده اقول له ستارت، هيبدا يقول لي انا هلغي في بعض المعلومات اللي انا هلغيها، هتلغي الهيدن تكست، وهلغي الهيدن لاير، الحاجات اللي هي مش ظاهره هلغيها. فبقول له اوكي، فبيبدا يعمل لي الموضوع دوت. طبعا الموضوع ده بيوفر عليه وقت كتير. لو انا عندي 1000 ملف مثلا وعايز اغير خاصيه معينه هياخد مني وقت، بس ده بيوفر لي الوقت.